السلام عليكم صديقاتي، مرحبا بكم في قناة عبد الرحمن لتعليم الكروشي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، بقاكم ان شاء الله الفيديو في احسن حال. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الجزء الخامس ديال الزواقة الثقل للعروس ديال الاكمام. كما كتشوفوا خلينا في الفيديو اللي قبل من هذا، خليناها في هذا المثلث هذا، يعني باقي ما ان شاء الله عملنا النصف ديال المثلث، فان شاء الله غادي نكملوا اليوم اللي ما تبقى ان شاء الله، واللي عاد التحق بنا يمشي الاجزاء اللي قبل بهاد الفيديوهات هادو، فغيبقى الجزء الاول والثاني واكيد حتى الاخير حتى الجزء اللي ما شاء الله ويتبع معنا. فزواقه سهله، خاصها غير التركيز فقط، وكتجي غزاله بالصقلي. يمكن الضوء ديال الكاميرا ديالي كيعكس هذاك الضوء اللي ما كيعطيش هذاك اللون ديال الصقلي اللي كيجي مذهب هكذاك، فمع الاسف كنت بغيت يبان لكم كما هو كيشعل مزيان، خصوصا ملي كندخل له الكريمه كيجي غزال. فكنتمنى تكونوا استفدتوا معايا. وقبل ما نبدا بغيت نشكر جميع الاخوات على التعاليق ديالكم، على التشجيعات. مرحبا بالمشتركين اللي انضموا للقناه ومع عبد الرحمن لتعليم الكروشي، شكرا لجميع الاخوات، شكرا على الثقه ديالكم. كنتمنى تكون قناتي قناه استفاده، ادعوا فيها الفائده ان شاء الله. بداو على بركه الله، وما تنساوش تبقاو حتى الاخير الفيديو، دعموا الفائده وما تنساوش لي لايك. نبداو على بركه الله. بسم الله. كما كتشوفوا كنت خليت معكم في الفيديو اللي قبل من هذا، خليت الزواقه حد هنايا، فما بغيتش نكمل باش بزاف الاخوات ما غاديش يفهموا الخدمه، خليتها غير هنايا معكم باش كل شيء ان شاء الله يستافد. هنا غادي نعمرو هاد الصف كامل بالأعمدة كما كتشوفوا. غنعملو هنا، أنا ما حسبتش ولكن كنحذف غير أربعة ديال الأعمدة هنا، يعني غنخلي غير حد أربعة ديال الأعمدة فقط. انتما فقط غير أربعة اللي غادي نحذفو كما كتشوفو، وغنكملو غير بسلسلة، دائما ثلاثة سلسلات. انتما هي كتجي مزيونه صراحه، خصها غير شويه هو الصقل اللي كيكون متعب، ولكن ضروري الحاجه اللي كتجي مزيونه فخصنا نصبروا معها باش تطلع كما هي. دابا ما كيبانش هذاك الصقل اللي يعني مع الكاميرا ما عطاش هذاك اللون ديالو. كذلك انا غنطلع من هنا خمسه ديال السلسلات، علاش؟ باش ملي كنقوصو كنبداو الخدمه كتجي هنا مطلوقه، ما كيبقاش هذاك المربع مجموع. هانتوما يعني خمسه ان شاء الله كد دكفه. ها هي
غادي نجيو من هنا دابا لهاد المربع هذا وغادي نعمرو أربعة ديال الأعمدة. هنا غادي نعمرو هاد ثلاثة ديال المربعات كاملين غادي نعمروهم. هي صراحة لاحظتو بأن ما فيهاش من غير المربعات، يعني هنا كتحذف هنا كتعمر هنا كتحذف هنا كتعمر، هذا هو اللي كاين. ولكن من بعد كنشوفو المنظر الزواقة كنلقاو بأن الزواقة عطات واحد، يعني تشكلات بانت الخدمة كيفاش عاملة. نخليو هذا الفراغ، هذا غيبقى خاوي، وغادي نزيدو نعمرو هنا. هانتوما لاحظتوا بدا كيبان الشكل ديالها، يعني الزواقه غتمشي هكذا حتى كتقبط واحد، يعني واحد القياس كتولي متلته. من بعد غادي نعاون بداو الزواقه، حيت هي الزواقه ماشي كتوقف غير هنا، فغير البدايه ديالها باقي. هانتوما شفتوا كيف ولات الزواقه متلته.